شكرا كلارا، صباح الخير مشاهدينا، بحييكم برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لهذا اليوم. فصح مجيد، على أمل أن تكون الأيام المقبلة والأعوام المقبلة أفضل. حالا يسرني اليوم أن أستضيف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن. سنتحدث عن مسار التلقيح وأيضا انخفاض أعداد كورونا، وهل هذا المؤشر جيد؟ صباح الخير حضرة الوزير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور استاذ رامز، وبالمناسبه عيد فصح مجيد ورمضان كريم، وان شاء الله السنه الجايه بنعيد اعياد بظروف مختلفه تكون خير لكل الناس. علينا وعليك يا رب وعلى جميع المشاهدين. كنا عم نسمع الدكتور عيد عزار مع زميلي كلارا جحا. خليني بلش معك بدايه من مؤشر اعداد الاصابات بكورونا. لاحظنا جميعا انخفاض اعداد، يعني في مؤشرين، انخفاض اعداد الاصابات بكورونا ومقلل حضرتك الإطلالات الإعلامية، هل يعني هذين المؤشرين يدلان أننا مقبلين على مرحلة أفضل بمسألة الكورونا واستقرار الوضع الوبائي؟ مع الطلات الإعلامية عم نواكب من الميدان، وقت اللي بيكون في لزوم نكون موجودين بافتتاح مراكز تلقيح أو مراكز لاستقبال مرضى كورونا اللي ماشيين نحن فيهم على قدم وساق، يدل على أنه المعركة مع وباء كورونا لم تنتهي. بس هاي المؤشرات الإيجابية اللي نحن عم نحكي عنها هي واضحة للعيان، ولكن يجب عدم التفريط فيها وعدم المبالغة بهالنتائج. خليني أقول أنه كمان بيسوى المواطن يحس بنتيجة الجهد اللي عم بيعمله والالتزام اللي عم بيعمله مع التفاوت من منطقة إلى منطقة أخرى، أنه نحن في عنا معيارين اثنين كثير مهمين هن اللي بيقيموا الواقع الوبائي. الأول هو نسبة الحدوث الأسبوعي اللي بتعمله منظمة الصحة العالمية، اللي نحن كنا مع بداية كانون الثاني 2021 كنا بالمرتبة 18، نزلنا للمرتبة رقم 10 بشباط 2021، اليوم نحن بالمرتبة 46 من نسبة الحدوث، وهذا أمر جيد. ولكن عادة بأي مباراة اللي بيفوز هو اللي بينطر صافرة الحكم بعد ما أطلقت، وبالتالي بدنا نضلنا متمسكين بالإجراءات لحتى نضلنا فعلا ماشيين مع بالتوازي مع حملة التلقيح اللي بدنا نحكي عنها، نضلنا ملتزمين بالإجراءات الوقائية. يا ريت لو نسمع أكثر لقرارات الحكومة، مثل اليوم عم نحكي على إقفال عام 3-4 أيام فترة الأعياد. نعم. للأسف تفاوت كتير كبير بين بس خليني هون لبل أنا في يقود بعض المحافظات البعيدة عن العاصمة كتير بعيدة. بس المؤشر الثاني هو نسبة الوفيات. نسبة الوفيات كمان انخفض بشكل ملحوظ، كتير مهمة المؤشر الثاني. نحن مظبوط في انخفاض بشكل ملحوظ، كمان نحن تحسن، صار ترتيبنا 31 بعد ما انه كنا 6 بشهر شباط وكنا 46 بكانون ثاني 2021، يعني كنا رقم 63 بكانون ثاني 2021، نزلنا لخطر شديد بشباط صار رقمنا 10، اليوم ل 46. اذا بعد بدنا جهد، ولكن هون في يقول انه دائما عم نحكي عن كفاءة الأطقم الطبية، عن تجاوب المستشفيات، رفع الجهوزية. اليوم نحن إشغال 62% من أسرة المخصصة لمرضى كورونا، وهذا كمان أمر يطمئن على أنه فعلا ما وصلنا إليه الآن، إن كان من خلال التمنيع المجتمعي الطبيعي اللي صار نتيجة الإصابات الكتيرة بآخر 3 أشهر، فينا نقول من شهر 1 وحتى آخر أدار، وصلنا عملنا حملات عينية على نسبة المناعة عند بكتير من المناطق، تبين عنا الإصابات المكتسبة لكتير من المناطق اللبنانية بين 30% و40%، وهذا أمر حقيقة ما كنا متوقعه. كنا 17% بسبتمبر
وصلنا ل 20% كانون اول، اليوم نحن وصلنا بعد هالبيك الثاني او الويف الثاني وصلنا ل 30 و40%، وهذا اكيد كان له كثير تداعياته، وكان له جهد، وكان له تعب، او او والناس تعبت معنا، ولكن اليوم وصلنا ل 30-40% مناعه مجتمعيه واصلين لها من خلال الاصابات، بالاضافه اللي عم بيتسجل هلا. رح ارجع اسالك بالنسبه للمناعه المجتمعيه جيد، ولكن يجب ان احذر ان نلتزم ونبقى نلتزم. على سيره التحذير رح ارجع اسالك عن مساله المناعه المجتمعيه او مناعه القطيع، بس بدايه مساله الالتزام، ونحن الان بمرحله اغلاق عام، كنت عم تتحدث انه في مناطق واغلبيه يعني المشاهدين اللي عم بيشوفونا هلا وعم يلمسوا هذا الموضوع، يعني عم تقتصر فقط ربما على بيروت اكثر نسبة التزام، وكل ما نبعد عن العاصمه عم بتخف يعني هيبه الدوله، او عم بتخف حتى يعني الاجراءات الاحترازيه. هذا ما رده الى شو يعني التقصير، وين عم بيصير حضرة الوزير؟ لا شك كنا شاعرين بوهن عام بالأجهزة الرقابية، أكانت مدنية أم عسكرية أم قوى أمنية المختلفة، حتى بدي أقول أنه سلطة البلديات والسلطات المحلية ومواكبتها صار في وهن، بعتقد مرده الأساسي إلى هالتضخم اللي صار بالقدرة المالية والشرائية الاقتصادية اللي عم تخلي المواطن أنه يتفلت من هالضوابط، لأنه بده يأمن لقمة العيش، بده يركض قدام عيلته، بده يضحي، بده يغامر ويخاطر. بس قد ما قلت أنا وشرحت وتفهمت هاي الظروف، ما في يقول أنه الإصابة بكورونا هي خطر على الحياة، يعني كله مبرر، هاي التبريرات كلها تؤخذ بعين الاعتبار، ولكن ما فينا نحن نعلنها كأنه هي عنوان عريض لحتى نتفلت ونتزمر من الضوابط أو نتشاطر على الدولة. الدولة ما بتقدر بهالظروف تحط خفير لكل مواطن. بعد سنة وشهرين أو سنة وثلاثة أشهر من بداية الجائحة، المواطن اللبناني صار عنده من الوعي والمعرفة والإلمام بتفاصيل كثيرة قديش ممكن هالوباء يكون خطر ويشكل خطر على حياته. إذن مع للأسف التسريبات لبعض الفيديوهات والمقاطع اللي شفناها ببعض دور العبادي والطقوس اللي عم تنعمل واللي نحن منحترمها ومنقدرها، ولكن مرقنا مثل هاي الطقوس وعملتلنا ويف، عملتلنا تسجيل ذروة قصوى وموجات، ما مع هالأرقام اللي هلا عم تتحقق حرام نضيع هذا الجهد، حرام نضيع هاي النتائج الإيجابية. خلينا اللي مرق من الأول أنه لازم نتعلم من الثغرات اللي صارت، من المخاطر اللي صارت واللي أدت إلى انتشار بالبيئة المعينة ومن ثم إلى المحيط وإلى الوطن. ما عم بخص بالذات بيئة معينة، كلنا عنا أعياد، الأعياد المسيحية، الأعياد الإسلامية، الطقوس عند كل الطوائف يجب أن تراعي دقة هذه المرحلة والإصرار على التعاون. بالأول عم تتحدث عن الفيديو اللي شفناه بأحد الكنائس، مش قدرانين كدولة، عم تتحدث على الفيديو اللي شفناه بأحد، يعني للأسف أنا ما في اليوم، أنت بتعرف الفيديو، بعض التجمعات بكفينا انه نحن بعد الانفجار والاعتصامات والصفوف الطويلة والاقتزاز اللي عم بصير بالسوبر ماركت على الاشياء المدعومة، على السلع المدعومة اللي عم بيضطر المواطن انه بشكل او باخر انه اوقات حتى الكمامة ما يكون حاططها، هذا الاقتزاز اللي عم بيسبب انتقال، انه اليوم نحن بمناسباتنا الدينية قد ما فينا، لانه بارادتنا نحن عم نمارس هاي الطقوس، يجب ان نكون حذرين وحذرين جدا، لانه هذا الموضوع منه لعبه. طيب اليوم مرحله يعني الاقفال الذي حصل 3 ايام، البعض سال انه اذا نزلت الاعداد الوفيات هل كان مبرر عوده هذا الاقفال؟ اذا شهدنا يعني التجمعات اللي كان خايفين منها بالكنائس بفتره العيد حصلت، فبالتالي شو كان مبرر الاقفال 3 ايام؟ هل هي على قاعده يعني 6 و6
وقتي مكرر انه اقفلنا قبل لازم نقفل هلا، مع انه مؤشر اعداد الاصابات انخفض. خليني اقول يعني هي استاذ رامز، كيف ما بدك تزبط بالصيغه اللبنانيه فيك بتزبط التفسير والتعليل بيزبط، بس خليني اقول انه يعني عملتوها يعني في جزء منا 6 شو اللي بخلينا نحن لا 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 ابدا، عم بمزح بس عم بقول انه بالصيغه اللبنانيه بيتبرر الموضوع، بس لا انا خليني اقول من منطلق علمي والمعطيات اللي بين ايدينا، المؤشرين اللي بيقولوا لنا نحن كلجنه وزاريه شو الاجراء اللي بدنا ناخده، ليش لازم نبقي على الاقفال او ناخذ اقفال جزئي من وقت لوقت، هو مؤشرين برجع انا بقولهم هم قلتهم بالاول، هو نسبه الحدوث. نحن بعدنا بنسبه الحدوث مزبوط تحسننا للموقع 46 او الرانكينج اللي عندنا 46 ولكن بالعالم، ولكن لحتى يقول نحن ننزل من المستوى الرابع بنسبه الحدوث واللي هو الخطر الى المستوى الثالث، نحن اليوم عم نسجل 221,000 نسبه حالي على كل 100,000 مواطن، لحتى ننزل للمستوى الثالث لازم يصير عندنا اقل من 150، نحن بعد عندنا هلا 221، وبنسبه الوفيات طبعا. كمان نحن هلا اليوم هبطنا 26. الحمد لله للمستوى الثالث، لانه نحن اليوم عندنا 4.4 على 100,000، كان بالاول نحن 6 كذا من شهر. إذا هو المعيارين مع خليني أقول نسبة الجهوزية والاستجابة الاستجابة بالمؤسسات الاستشفائية ارتفعت، صار في عنا شهور نسبة 40% من الأسرة، نحن متجهين إلى المستوى الثالث من التصنيف المستوى الوبائي. مشان هيك لا مش عم ناخدهم نحن قرارات اعتباطية ولا ارتجالية ولا عم بتكون يعني على هوا أو على مزاج حدا، نحن فعلا عم نسعى من خلال هالإجراءات أنه ننزل نسبة المخاطر والحدوث والوفيات إلى المستوى الثالث، على أمل أنه مع حزيران وارتفاع نسبة التلقيح ننزل إلى المستوى الثاني لحتى نقدر نفتح القطاعات المختلفة ونرجع شوي شوي نعيش حياتنا الطبيعية، ولكن برجع بقول بحذر. هل لديكم يعني أرقام؟ نحن بنعرف في جزء من يعني من الناس اللي عم تصاب بكورونا جزء قليل اللي عم يعمل فحوصات او يعني من شان هيك عم بيكون من ضمن الاصابات المسجله، هل لديكم احصاءات او احصاءات تقديريه الى الاعداد الاصابات اللي بتخلينا وصلنا الى هذه المناعه، مناعه القطيع؟ خليني اقول بالاول قبل ما احكي عن مناعه القطيع اللي هي بعد بكير اكيد لنوصل لها، خليني اقول على نسبه ايجابيه الفحوصات. وزاره الصحه العامه حتى الان من 21 شباط 2020 ما وقفت الحملات الميدانية لفحوصات البي سي آر، وبيطلع أوقات بعض خليني أقول المرجعيات أو السبيكرز اللي بيطلعوا على الشاشات وبصيروا يقولوا لا، ما نحن بتقريرنا اليومي عم نقول قديش عم نعمل فحوصات. نحن كنا بالأول 5,000 6,000 وصلنا أنه يوميا عم نعمل حدود 20,000 فحص بمختلف المناطق اللبنانية، وعم نطلع تقرير أسبوعي وصور توثيقية بكل الأقضية والمحافظات أنه مستمرة حملة فحوصات البي سي آر. لنرجع أنا بحب إن شاء الله أنه نعم. نقول عم نرجع نعمل احتواء تدريجي للفيروس، مشان هيك ما عم بغشنا شيء، لا الأرقام عم بتغشنا ولا العدد الوفي، نحن متابعين لأنه لنرجع نسيطر على الوباء وعلى الجائحة لازم نرجع ننزل لمستوى ورفع قدرة الوزارة والأطقم الطبية والمدنية والبلدية على الإحاطة بالمصابين وتعزيز قدرة المخالطين على عدم انتقال العدوى إليهم. مشان هيك نزلت نسبة إيجابية الفحوصات من 22% إلى ما يقارب 11%، وهذا إنجاز عظيم. خليني أقول أنه عم بقول على نسبة على إجراء الفحوصات لا. وتدني إيجابية الفحوصات. إذا اليوم أنا مش لأنه في حدا بيطلع بيقول الوزارة مش عم تعمل فحوصات مش هيك نسبة إيجابية، لا، ما هي النسبة الإيجابية نسبة مئوية، قديش عم بعمل فحوصات قديش
بتبين عند النسبة. اليوم نحن امبارح بعتقد عاملين 16380 فحص ونسبة الفحوصات 11%. هذا الأمر جيد، نحن عم نتبعه وماشيين فيه. أما إذا رحت على لتقييم قد ايه صار في عندي مناعة مكتسبة من الإصابات اللي صارت خلال هالعام وشوي ونيف، صار عندنا نسبة المناعة المكتسبة، يعني الناس اللي مرق عليهم الفيروس بين مثل ما قلت بالأول هن بين 30% و 40%، أضف إلى حوالي 6.8% اللي هلأ صاروا أخذين لقاحات بين اللقاح الفايزر اللي صرنا بعتقد بحدود 400,000 مواطن صاروا ملقحين كجرعة أولى أو 400 وشوي، مع جرعة تانية 400,000 242,000 جرعة أولى، 163,000 جرعة تانية. أسترازينيكا 32,000 لقاح، نعمل كتير ضجة إعلامية ونحكى عليه، واليوم بالمناسبة رح أسألك عن أسترازينيكا قبل، بس خليني هون رح أرجع أسألك عن أسترازينيكا، بس بما أنه عم تحدث عن النسبة المناعة المكتسبة، هل في تقديرات إلى يعني الصيف قديش نحن منصير لنسبة 70-75%؟ أمتين منوصل لهذه النسبة وبالتالي القرب من عودة الحياة الطبيعية؟ اوكي، فيني اقول انا انه نحن هلا بين 30 و40% اللي صاروا عندهم انتي باديز، اللي صار عندهم اي جي جي، بين مصابين وبين ممنعين صرنا بال40%. نحن عاملين حسابنا بايار وحزيران لازم كمان نوصل زياده 15 الى 20%. كيف بدها تتحقق؟ بدها تتحقق من الضغط اكثر على منصه كوفاكس، على الشركات، والسعي هو مش بس ضغط، هو السعي، لانه هيد في شورتج عالمي وبالتالي في كتير ضغط دولي على الشركات المصنعه، ولكن لانه نحن قمنا بالتزاماتنا بوقت مبكر جدا عم نسعى عبر علاقاتنا الجيدة وتواصلنا وبعض الضغط على أنه نحصل عدد لقاحات أكثر بنهاية بآخر أسبوع من شهر أيار، والأكيد الرقم الموعود هو بشهر حزيران. حزيران يعني من نوصل للستين أو سبعين، قارب المليون لقاح بهذا المسار نوصل لستين. أنا بقول 60-70% لآخر سبتمبر، لآخر آخر أيلول، بس لحدود 50-60% مظبوط، ل 50-60%. إذا وصلنا نحن بحزيران ل 50% مع تموز 60% بنكون يعني نحن صرنا بحيز من الأمان، وبيكون فعلا اللي عندنا الأمن من الوباء بيكون صار بيسمح لكثير من القطاعات ترجع تزاول نشاطها لنرجع نعيد الحياة إلى القطاعات المختلفة ويرجع الإنسان يرجع يعيش شوي ويتنفس الصعداء. يعني الصيفية رح اليوم القطاعات اللي عم يوصلني أسئلة أيضا، يعني القطاعات رح ترجع تفتح تدريجيا بموسم الصيف؟ خليني أقول أنه نحن عنا عم نشتغل على مستويين. عم نشتغل بالأول من خلال اللقاحات اللي عم توصل لوزارة الصحة العامة مع الحملة اللي أطلقناها مع وصول 90,000 لقاح من سينوفارم اللي خصصنا منهم. الجيش كان وصلوا 40,000 ونحن 50,000، رجعت وزارة الصحة كمان مع قيادة الجيش توافقنا أخذوا 10,000 لقاح زيادة من الهبة اللي وجدت الحكومة اللبنانية، و40,000 عم نستهدف فيهم مثل ما عرفتوا مثلا أنتوا جزء الإعلاميين منهم، القطاع الصحي، كل العاملين بالقطاع الصحي، الأجهزة الأمنية والعسكرية، بلشنا مع مجلس الخدمة المدنية، مع موظفي الضمان الاجتماعي، مع موظفي التعاونية، مع كل العاملين بالضمان، مع موظفي القطاع العام من إدارات ومؤسسات ووزارات. نحن ماشيين شوي شوي وعم نشتغل مع الإدارات بشكل ومتابعة يومية من خلال فريق العمل المنصة بوزارة الصحة، الفريق اللي عم بيشتغل بتوثيق يومي لحتى نقدر نطالب الأول الفرونت لاينر واللي عم بيواجهوا دايما هني على تماس مباشر مع المواطنين
مظبوط، خطوط الدفاع الاولى، وبالتالي كمان هون التعاون كثير مهم، لانه فيها الاداره تبعت لي اليوم انه عندها 200 موظف فرونت لاينر، بس بالالتزام بالدوام والتعاميم السابقه انه 50% حضور 50% غياب، نحن نتمنى انه يعطونا الارقام الدقيقة لنقدر بالعدد المتاح من اللقاحات أن نغطي هول الفئات، ولاحقا يصار إلى تمنيع 50% الأخرى. لو أنا متوفر عندي هاي اللقاحات بغطي كل القطاعات. بس كمان الشق الثاني اللي عم نشتغل عليه وهذا كتير مهم أستاذ رامز، أنه نحن قدرنا أمننا مع شركة فايزر 750 ألف لقاح أسترازينيكا للقطاع الخاص، يعني للقطاع السياحي، للقطاع الصناعي، للقطاع الزراعي، التبغ والتنباك، في كتير قطاعات، نقابة المهندسين، نقابة المحامين عم يتواصلوا مع الوزارة. نحن عملنا لينك بينهم وبين وكلاء فايزر بلبنان، فتال و FDC، وعم نربطهم بين بعضهم بحيث انه كمان يساعدونا من خلال التعاون مع القطاع الخاص لزيادة نسبة التمنيع المجتمعي. وهون بدي وجه كمان تحية للمؤسسات الأكاديمية الجامعية بلبنان، الجامعة الأمريكية، الجامعة اللبنانية، الأيو، البلامنت، اليسوعية، العربية، اللبنانية قلتها أكيد، واللي بعتقد في غيرهم، اللي حجزوا 425 ألف لقاح مع شركة فتال أو FDC ليبلشوا تلقيح وتمنيع لكل القطاعات، جزء مخصص للطلبة وعائلاتهم وجزء مخصص ليعملوا حملات ميدانية ابتداء من شهر تموز. نحن وزارة الصحة العامة قدرنا كمان، هو كنت عم بقول انه عندنا 1,000,000 لقاح فايزر رح يكونوا تقريبا ب 900,000 بحزيران، لنص حزيران رح نقدر من خلال هاللقاحات اللي رح توصلنا، يعني بمعدل 175 ألف لقاح أسبوعيا، رح نقدر نغطي كل المسجلين على المنصة، ورح نعمل حملات ميدانية للماس فاكسينيشن كامبين، الحملات التطعيم مع ووك إن مباشر حتى للي مش مسجلين ابتداء من نص من منتصف حزيران. ليش؟ لأنه عندي المعطيات هلأ، تسجيل على المنصة 2% عكار، 3% بعلبك الهرمي، 6% البقاع، 7% نبطية، 10% بطرابلس، 18% بيروت، و 46% جبل لبنان. شابو با من انه جبل لبنان. وهذا اذا انا مبين عندي في خلل بالإقبال المجتمعي على التسجيل بالمنصة. خليني أقول أنه بعلبك الهرمل، عكار، طرابلس، النبطية، الجنوب، بدنا نعمل حملات ونحن نروح لعند الناس، لأنه بالآخر نحن مجتمع واحد متخالط متعايش، وبالتالي ما بنقدر نبني بس على قدرة ورغبة المواطن على التسجيل على المنصة، لبل لزوم وزارة الصحة العامة، وهي من مسؤولياتها أنه هي تروح لعند المواطن وتحفزه بالتعاون مع المرجعيات السياسية المختلفة، مع البلديات، مع كل القوى المجتمعية، مع الNGOs. نحن حاطين إيدنا بإيد الجميع لحتى فعلا قد ما فينا نسرع بعملية التلقيح والتمنيع لحتى نرجع ننهض بهذا البلد اللي هو بحاجة لكل القطاع. عم بتقلك أنت على مسألة قطاع وآخر، بل كلنا لازم نكون جماعي. دكتور حسن، مسألة تلقيح كامل الجسم التعليمي، يعني متى ننتهي من هذا الموضوع؟ وهم من خطوط الدفاع إذا بدك الأولى بعودة القطاع العام الدراسي أو استكماله. بالنسبة للقطاع التربوي، الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم العالي، نحن أطلقنا من حوالي الشهر، كان في إقبال بالبداية خجول بعد على لأنه خصصنا لأنهم أسترازينيكا بالنسبة للفئات العمرية، وكانوا خايفين من أسترازينيكا، يعني كانوا المعدي في عدد من الأساتذة ما كانوا عم ياخذوا. أنا رح أقول أنه حمد حسن
حمد حسن وقت يجيني أنا الانفيتيشن لح اختار أسترازينيكا ولح يكون مغطى إعلاميا، لأنه أسترازينيكا وراء جامعة علمية في تتبع، هو تمنيع، هو من الفاكسين، من أنواع الفاكسين الكلاسيكي، هو فاكتور. أثير كتير عليه دعوة لغط قضايا ودعايات إعلامية، ولكن بنفس الوقت بتطلع مثلا بأوروبا أنه الاتحاد الأوروبي عم يرفع دعوة على أسترازينيكا مشان لأنه ما عم بيسلموهن الكميات الموعودة. إذن خلينا نحن نشتغل من منطلق علمي، نكون عم نرجع بقراراتنا للمرجعيات العالمية الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية، الـ FDA، الـ EMA وغيرهم. لبنان يستورد اللقاحات الموثوقة والفعالة والآمنة. عنا عم نتبع كل الأحداث الجانبية اللي عم بصير للقاحات، هي محدودة جدا، بس في احكي عن آلاف، يعني في احكي عن 2,000 أو 3,000 تسجيل على الفارماكو فيجيلانس، اليقظة الدوائية اللي تسجلوا تلقائيا على المنصة. يعني في عنا مواطنين عم بصير عندهم عوارض سلبية أو أحداث جانبية للقاحات، من وهن، من ضعف، من شوية دوار، من وجع بالعظم، من وجع محل الشكة، في شوية عوارض تنفسية بسيطة. نسبة كتير قليلة اللي عازوا 2% منهم من اللي تلقحوا أو اللي سجلوا أنه صار عندهم أحداث سلبية من اللقاح، اللي عازوا دخول المستشفيات. نسبة الوفيات، في عنا عدد من الوفيات اللي صار، ولكن هل هي مرتبطة ارتباط مباشر مع اللقاحات؟ أنا مش عم بحكي عن أسترازينيكا، عم بحكي عن فايزر، عن أسترازينيكا، عن واللقاحات الأخرى. أنه نحن كوزارة الصحة عم نتبع، بعدها هي بالحدود الدنيا لم تشكل أي نسبة أكثر من النسبة العالمية للأثار الجانبية. خليني أقول للمواطنين الكرام أنه إذا عم بصير وفاة 1 أو 2 بالمليون من التمنيع، من التلقيح، ما هو أنا بيكونوا عندي 400 أو 500 أو 1,000 لا سمح الله وفاة من دون ما يكونوا منعين. إذن ما فينا نقارب اليوم أنه لأنه نحكى أنه عمل حالة وفاة هون أو سبب، برجع بقول مش عم بحكي عن لقاح معين، مش عم بحكي عن أسترازينيكا ولا عن فايزر، باللقاحات عام بالعالم. بدنا نطلع على فعالية هذه اللقاحات، قديش فوائدها على الحياة، على المجتمع، على حماية الناس، ونقارن مع محدودية الأثار الجانبية، ونكون عمليين وواقعيين وعلميين. ما جاوبتنا عن مسألة لموضوع اللقاحات، وأي لقاح وضحت، وأي لقاح بدنا نوصله. يعني اليوم معلش كمان أستاذ رامز، أنا نقطة كتير مهمة وكل المواطنين الكرام اللي عم بيجوا من دول مختلفة، ما عندك خيار باللقاح، مش أنت اللي بتنقي اللقاح، بيجيك موديرنا، بيجيك أسترازينيكا، بيجيك فايزر، بيجيك هول المعتمدين جونسون أند جونسون. هلأ توقف، المواطن بكل دول العالم بيجي على مركز التلقيح التمنيع ما بيكون عارفين شو هو اللقاح. عندنا بلبنان الحمد لله، ومعروف اللبناني بمستوى الثقافي، ودائما هو بحثي، ودائما على الانترنت، ودائما بيحاول يتقصى الحقائق، وعنده من الوعي والثقة، ولكن ما لازم هاي المعلومات اللي عم نجمعها ونكونها انه تصير هي عامل سلبي وتوهين بموضوع التلقيح والحملات اللي عم تعملها وزارة الصحة العامة. لأرجع لبداية السؤال، الجسم التربوي، يعني تقدير بانتهاء بين تلقيح جميع الجسم التربوي أمتين؟ نحن اليوم بدنا امبارح اعلنا قديش اجينا فايزر. خلينا نقول اليوم الأسترازينيكا، كنت بك تسألني هالسؤال استاذ رامز، اليوم نحن سنستلم 10:30 مساء ان شاء الله 130,000 لقاح أسترازينيكا، هو من معمل أسترازينيكا بإيطالي، من إيطاليا اليوم رح يوصلونا، وسنباشر من الغد أو بعتقد اليوم حتى. نعم. مشكورين اللجنة التقنية والفنية والمنصة، صار في كتير لجان، يعني شو بدك تعد لجان لتعد لجنة تقنية طبية، الدعوات كترتوها لجان.
هذا بحكي شوي عن اللجان. رح أجي أرجع أحكيانك عن اللجان. خلينا نكفي على أسترازينيكا والأعداد للمواطنين الكرام. طيب، مع الاعتذار بالأسبوع الأخير صار في شوية خلل بوصول أو باستلام، حتى أكون دقيق جدا ولح أقول للمواطنين الكرام، وصل الأسبوع الماضي 55 ألف لقاح أسترازينيكا من شركة آر فارما من المعمل برشا بموسكو، وصلوا على لبنان ولكن لم تستلمهم وزارة الصحة من الوكيل، لأنه بعد نحن بانتظار ثلاث فحوصات مخبرية لهذه اللقاحات اللي نحن حقيقة ضغطنا على الشركة ليوصلونا لنحفظ حقنا، وهو بعتقد السيرتيفيكت اللي لازم يطلع هو ب15 أو ب20 أيار. إذن لم نستعملهم لحتى المواطن سارت شكوك وأسئلة أنه وين اللقاحات اللي وصلت، هي وصلت على لبنان ولكن لم تستلم وزارة الصحة وما نزلناهم على المراكز وما وزعناهم بانتظار النتائج النهائية لهم. أما اليوم نحن عم يوصلنا 30 ألف لقاح أسترازينيكا مساء، مستوفيين كل الشروط، منتهيين من كل الفحوصات المخبرية والبحثية اللي معمولة، ابتداء من نهار الثلاثاء إذا الله راد بعد الأعياد ينعاد عليكم لح نضخ آلاف المواعيد، وبالتالي اليوم الجسم التربوي اللي هو له برايوريتي، نحن متفقين أنه هو له أولوية، شافوا زملائهم اللي ترددوا شوي، شافوا أنه كل زملائهم اللي أخذ ولقاحات ما صار عندهم الحمد لله هل الآثار الجانبية أو الأحداث السلبية من اللقاحات، هيد لح يعزز الثقة بلقاح أسترازينيكا. وأنا عم بقول لهم وهن زملائي بصفتي أستاذ بالجامعة اللبنانية، لح أقول لهم أنه أنا من الذين سيتلقون لقاح أسترازينيكا في مركز الحدث، في المركز الحدث اللي وفروا لنا إياه الجامعة اللبنانية، مشكورين، وبكون بين زملائي من اللي يتلقحوا لقاح أسترازينيكا، ولكن أنا انصبت بشهر واحد يتلقحوا، أنا انصبت بشهر واحد 13/1/2021، بعتقد لح يكون دوري ب 13 أو ببداية بنص حزيران أو نص تموز، عندما بيجيني الانفيتيشن أنا لح أخذ أسترازينيكا لح أتلقح مع كل زملائي.